صباح الخير عليكم مشاهدينا، حلقة جديدة من صباح الشرقية نبتديها وياكم بكل ابتسامة، ونتمنى لكم نهاية أسبوع جميل. وصباح الخير عليكم. يسعد صباح الزهراء وصباح الخير لكل مشاهدي برنامج صباح الشرقية. نبلش وياكم يوم جديد وحلقة جديدة، والبداية أكيد مع العناوين. هل كان اختيار شريك الحياة من قبلك أم من قبل الأهل والأصدقاء؟ وهل فكرت به مسبقاً؟ هذا هو موضوع استطلاع حلقتنا اليوم. أسباب، أنواع وعلاج التهاب الغدة الدرقية مع الدكتور مصطفى خليل، استشاري الجراحة العامة والناظرية وجراحة الغدة الدرقية. دبي جولة في إكسبو 2020 بين قسم التنقل والجناح الياباني. وعازف الأورك عمار أدور يكلمنا عن بدايته ويعزف المقطوعات الموسيقية. الخبر المنوع لحلقة اليوم، طبلة حجرية عمرها 5000 سنة تعرض للمرة الأولى، أين هي؟ رح نتعرف على هالشي من خلال حلقتنا لليوم. مشاهدينا، بنهاية العناوين أكيد ما رح ننسى نذكركم بسؤالنا التفاعلي لحلقة هذا الصباح، اللي هو هل اخترت شريك حياتك بنفسك وكيف تعرفت عليه؟ أكيد رح يظهر لكم كيو آر كود على الشاشة، كل عليكم تقربون كاميرا التليفون ورح تنقلكم دايركت على إنستغرام الشرقية وتشاركونا تفاعلاتكم، وإحنا رح نقرأ كومنتاتكم خلال حلقتنا. طبعاً اليوم موضوعنا زين، كل الشيق وحلو. كل الشيق بالضبط، أكو بي جدل. لا يعني اكيد اكو اليوم همين رايين عندنا، اكو اشخاص ممكن ارتبطوا او تزوجوا عن طريق الاهل، اكو عن طريق مثلا صدفه معينه، فاحنا حابين نعرف ارائكم ونبلش حلقتنا. مشاهدينا، الزواج والارتباط خطوة جدا مهمة يترتب عليها مستقبلك، فتحتاج دراسة وفهم للشريك، لأن حرفيا الشخص اللي راح ترتبط به راح تقضي كل حياتك وياه. طبعا البعض يصمم على أن يختار شريك حياته بنفسه، لأنه هو يعرف الشيء اللي يناسبه، وهو يعرف الشريك اللي يريده بالضبط، ويعرف همينه شلون يعيش حياته اللي يريدها ويا شريك هذا. طبعا زين، واكو البعض الاخر ممكن يعتمد بهالموضوع على الاهل اعتماد كلي، ممكن بسبب خبرتهم الاكبر بالحياه من وجهه نظره، او يكون واثق باختياراتهم. على اساس هالشيء راح يكون استطلاعنا لليوم، هل كان اختيار شريك الحياه من قبلك ام من قبل الاهل والاصدقاء؟ وهل فكرت فيه مسبقا؟ خلينا نشوف هذا الاستطلاع ونرجع له. زواجنا كان تقليدي عن طريق الأقارب، أخويا كان يحب وحدة خطبها، رحنا لبيتهم شافتني تشنتهم، تشنتهم كانوا يردون فتشنل تشنتهم، يعني 3 شناين، فأخوهم كان يريد زوجة تشنتهم هي مرت أخويا، فشافتني وبعدين إجوا هما شافوني، بعدين طلبنا إحنا واحد يشوف الآخر، شفنا وهو انعجب بي من أول نظرة وأنا من نفس الشيء. والله أنا تخرجت خلصت يعني قعدت ما عندي شيء، فقلت إذا هسه يجيني قسمة زينة إيه ليش لا الزواج. أي من خطبنا رحنا نقطع مهر بالمحكمة، من طلعنا يعني عقدنا أنا قلت الأخو أوس، هو أوس زوجي، قلت للأخو مبروك من الأنس، هو شان قدامي، فأنا يعني إحنا خلصنا عقدنا وهيك شيء، طلعت قلت له مبروك الأخو زوجي. عن طريق الأهل، عن طريق الوالدة.
يعني زواجي زواج تقليدي اختارت لي اياه الوالده وهي مو غريبه يعني تكون اقارب خالتي والحمد لله والشكر الله وفقنا وتمم تمامه ومشت الامور وكانت الامور طبيعيه يعني عندي بيت خالتي ناس مو من النوع اللي يطلبون مطالب كبيره يعني ومشت الامور بكل سلاسه ما صارت عندي مشاكل متطلباتهم كانت بسيطه اللي قدرت اوفره قبلوا بي وهم ايضا همات ما قصروا انه بيتهم وكذا فكان الوضع الحمد لله والشكر تمام. كان بيومها ازدحام ويوم خميس انا ساكن محافظه كربلاء تعرف ايام يوم الخميس ايام يسدون اكو عندنا بعض المناطق اللي داخل مركز المدينه السد فكان ساديها بصبات يعني مو مال عارضه وتنفتح فانمنعت انه سياره الزفه تدخل لهذا المكان الفندق فتمشينا مسافه ما يقارب 500 متر يلا وصلنا للفندق انا والعروس بالشارع وكان قبل بيوم مطر فالارض كانت كلها مياه ويعني بالموقف كان كلش طريف هذا ما انساه يوم هالسكان من قبلي ومن قبل الاهل هي صديقة أختي وعن طريقها صار التعارف والزواج. إي نعم أثناء فترة الخطوبة خاطب وجيت متراهي على الجامعة قلت اليوم أشوفها رحت عليها كان شيل حصوة تضربني. لأن الأهل يعني ما يقبلون يعني شافوا حتى لو كان مخطوبين فأني يعني خفت وبالجامعة خفت من الأهل فضربته بالحصوة حتى لا يجي يعني لا يتقرب علي ويشوفني بالجامعة. المواقف اللي صارت الموقف اللي صار عندي بيوم العرس حطوا لي طاسة الماي فما قدرت البدلة والهذا ما قدرت يعني أضرب الطاسة فابن عمه جام بدالي شال هالطاسة وهو يعني بدالي طش الماي. لا اكيد كان الري راجع لي مو يعني اهلي كان عندهم تاثير علي وكانت البنيه خوش بنيه وصارت عن طريق الصدفه طبعا امها كانت تريد تطلع من القاعه كان قاعه عرس فاللي هم غربه الناس فضربتها بالباب فقلت خاله اسف كان اقول حسان اريد فصل شنو الفصل؟ قلت خاله امري نمر اي فقلت خاله تعطيني فصل قالت هي اعطيك بنتي فصار عن طريق هذا الصدفه اي اكيد كان بالعقد مال زواجنا فقلت لها خبرت للمراه قلت لها حضري نفسك انت رايك برا وسوي عقد المحكمه برا فقالت لي اوكي بس انا مسويها ريوق يعني ما تخرب ريوقي. الحب يعني انا صدفه صار عندنا عرس بن خالي فتشوفنا هناك ببيت بن خالي وسالت عنها طلع ابوها بن خالي بس احنا يعني ما متواصلين وياهم يعني تعرف يعني هم خارج محافظة بغداد يعني أعضاء المحمودية فأنا صدفة شفتهم هناك ونعجبت بالبنية اللي هي حاليا زوجتي. يعني فترة الخطوبة جت عمتي شافتني بدأت تخطبني كان تقول لك عرفوا أنت خبزين قلت لها إيه قالت لي قوموا خبزين هسه. إي نعم أعرف إيه الحمد لله. اي فترة الخطوبة دا طلعوني اياها فاتصلت على ابوها اللي هو بن خالي قلت له عمو هيك وشار طلعت لنا للكاظمية زيارة وهذا كنا مخطوبين يعني قال لي ماكو اشكال ان شاء الله قلت له كذا يوم اجيكم قال لي ماشي فلما جيت عليهم دا اخذها اخت اصغر معتها خلوها ويانا تروح. عن طريق الاصدقاء صارت القسمة تعرفنا وصار الزواج. يعني احنا بال 84 انا كنت موظفه اعتيادي خطاب اكو بس هو رب العالمين اللي يقسمه منه تمشي وياه.
رجعنا وياكم مشاهدينا ومستمرين بعد ما شفنا هذا الاستطلاع. طبعا كان اراء الناس مختلفه كلش، وخاصه هاي قالت اللي انا ضربتها بالحصوه. يعني احنا قلنا بس مو هيك. طبعا اغلب الاستطلاع قالوا ان هم متعرفين عن طريق اهل او عن طريق صديق. طبعا نشوف هواي زواجات تقليديه، بس يمكن بالاونه الاخيره بسبب التطور والجيل اللي احنا هسه موجودين به، صار يمكن هسه حسب اللي دا اشوفه انه كل شخص دا يختار بنفسه. انتم تعرفون كل شيء تطور، وصار التليفون موجود والسوشيال ميديا موجوده، فبطل الزواج التقليدي موجود مثل قبل. شنو رايك انت زين؟ انا يعني وياك ويا المعلقين اللي دا يعلقون حاليا على سؤالنا التفاعلي زهراء. طبعا احنا سنة قلنا هل اخترت شريك حياتك وكيف تعرفت عليه؟ طبعا السناقل مسويين فت هجمه شرسه على الكومنتات، هم شويه خطيه مطلوبين من يوم عيد الحب لليوم، مواضيعنا كلها تحكي عن الكبلات والمتزوجين، فاغلبهم يقولون احنا بعدنا ما شايفين شريك حياتنا، بس اغلبهم يقولون انه احنا نحب نختاره. هم يحبون يختارون الشخص اللي راح يكملون وياه وهذا المشوار بالحياه. بس انا متاكد بالنهايه اكيد راح يرجعون للحجيه، وحجيه راح تختار لهم. مو لا هم راح يحبون بعدين الحجيه، اذا استشاره مهمه يعني لازم هي من يكون عندها راي بالموضوع. مشاهدينا راح ننتقل الى ضيفنا لحلقه اليوم، وهو دكتور مصطفى خليل، استشاري جراحه العامه والناظريه وجراحه الغده الدرقيه الثدي وعلاج السمنه، اللي راح يكلمنا عن التهاب الغده الدرقيه. دكتور صباح الخير. دكتور صباح الخير عليك، نورتنا. اشكركم. دكتور بدايه حتى نحكي عن الموضوع، عرفنا شنو هي الغده الدرقيه؟ الحقيقة الغدة الدرقية من الغدد المهمة جدا في جسم الإنسان، هي المسؤولة عن الطاقة في جسم الإنسان والأفعال الحيوية في جسم الإنسان. الغدة عبارة عن احنا نسميها غدة الفراشة، موجودة هنا في المنطقة الأمامية للرقبة تحت تفاحة آدم بالضبط، تحتوي على فصين، فص أيمن وفص أيسر، إضافة إلى الفص الوسطي. هاي الغدة تفرز هرمونات T3 وT4، ثيروكسين، هرمون الثيروكسين اللي هو مسؤول عن الطاقة ومسؤول عن الأفعال الحيوية في الجسم، فتعتبر من الغدد المهمة جدا، تتعرض لكثير من الحالات المرضية، اعتلالها اعتلال الشخص بالكامل، وتأثر على كل السيستمز بالجسم. نعم. دكتور شنو هي، احنا هسه نشوف صورة اكيد همين لمكان الغدة بجسم الانسان، شنو هي انواع الالتهاب اللي تصيب الغدة الدرقية؟ الحقيقة الغدة الدرقية تعاني كأي عضو من اعضاء الجسم الى الالتهاب البكتيري، الالتهاب الفيروسي. فمقدمة بسيطة عن اعتلال الغدة الدرقية. الغدة الدرقية ممكن أن يصير بها اعتلال في وظيفتها وممكن في حجمها وممكن في حجمها ووظيفتها في آن واحد، يعني يصير تضخم مع ضمور، تضخم مع فرط الإفراز. طبعا كل واحدة من هذني عندها يعني معطياتها، وكل واحدة عندها أعراضها، فالخمول له أعراض وفرط الإفراز للثيروكسين إلى أعراض أخرى. اللي إحنا دا نحكي عليه اليوم هو تحسس الغدة الدرقية، فحالة مناعية تصير اسمها هاشيموتوز ديزيز. هذا حقيقة يصير 90% من الالتهاب، يشكل نسبة 90% من التهابات الغدة الدرقية، اللي جهاز المناعة هو نفسه يولد أجسام مضادة تعمل وتهاجم خلايا الغدة نفسها. طبعا بالتعبير فد شيء غريب، لكن هو هذا اللي يحدث حقيقه، انه هجوم من داخل جسم الانسان للخلايا نفسها، فتؤدي الى تلفها ويرافقه ضمور في عمل الغده. زين دكتور، انت قلت التهاب الغده، مسالك زين اعطيتنا اكثر من نوع، قلت ممكن يصير نوع واحد او ممكن نوعين بان واحد. نعم. هل كلهم تعطيهم نفس العلاج او ممكن انت كل واحد علاج؟ لا لا طبعا طبعا اكيد مو نفس العلاج، كل واحد استراتيجيته تفرق عن الثاني. نعم. لكن انا مثلا الغده وظيفيا تفشل في فرز الهرمون، وبعدين يصير ضمور بالغده، واعراض ضمور الغده كثيره. ممكن ان يصير افراز عالي للثيروكسين، فيصير فرط الافراز، يعني الغده فعاله ولها اعراض اخرى تفرق عن اعراض الخمول. ممكن انه من يصير خمول الجسم يدافع عن نفسه، فيحاول يكبرها للغده حتى ينتج، فيصير تضخم وضمور. اوكي. وممكن مثلا العكس صحيح، انه هي
فرط الإفراز يحاول يعوض وأيضا يصير بعقد وتكبر تفرز المادة يسموها الغدة السامة يعني هي فرط إفراز الهرمون فهالشكل ممكن أن ترى كل واحدة منهن ست زهراء لها خصوصية بالعلاج وتحتاج لعلاج المرض نفسه وتحتاج لأن أنا ذكرت مسبقا أنه هي تأثيرها مباشر على كل أجهزة الجسم فمرات مثلا أعراض للغدة السامة مثلا يصير التهابات في العين جحوظ العينين فأنا لازم نروح نعالج جحوظ العينين بصفة خاصة والغدة أيضا لازم نعالجها كغدة سامة فهواية تأثر تأثر على الكلية على الغدة الكظرية تأثر على المفاصل على الوزن على الجلد على الشعر هواية تأثيرات يعني غدة مهمة جدا بجسم جدا مهمة دكتور جدا مهمة زين شلون احنا ممكن يعني اكو تقول مشاكل فيروسية بكتيرية شنو هي سبل الوقاية شلون واحد مثلا او يحافظ على هاي الغدة الحقيقة احنا بدأ نقول اسبابها حتى نعرف شلون نتوقع من عندها اغلب الحالات المرضية الالتهاب اللي رافق الغدة الدرقية هو سبب غير معروف شخص كل شيء ما بيه بدت عنده أعراض معينة وراجع أخصائيين سووا له تحاليل سونار كذا فلقوا هذا المرض هاي النقطة النقطة الأخرى أكو ارتباط وثيق وراثي يعني عادة مثل أمراض الثدي أمراض الكلى أمراض المفاصل تكون ضمن سياق عائلي فهي طبعا أبو الغدة الدرقية يمكن أن يكون عنده فرد آخر بالعائلة مصاب نعم هاي سببين السبب الثالث مثلا التعرض لصدمة الحالة النفسية القلق الشديد النوم غير صحيح عدم الاعتناء بالجسم من الناحية الصحية من الناحية الغذائية من ناحية اللياقة البدنية يعني الموضوع اختلف هسه نعم فهن ذني مسبباتها كيفية الوقاية من عندها ونعالج أسبابها مثلا نبتعد عن القلق غذاء نظامي رياضي غذاء صحي يبتعد عن الغذاء عالي السعرات وخصوصا الكربوهيدرات مثلا ممارسة الرياضة بصورة منتظمة أيضا الابتعاد عن القلق الابتعاد عن المشاكل مشادات الكلامية مرات الصدمة أنت ما تقدر تبتعد عنها تتعرض لها يعني مجبر لكن القلق ممكن أن واحد والنوم طبعا عامل مهم جدا لأن فسلجة الجسم تكتمل والنوم في ساعات النوم والنوم لفترة كافية يعني طبعا طبعا هذه مهمة جدا نعم. زين نعرف دكتور أنه من أسباب الغدة هي يكون الجهاز المناعي ضعيف هل هذا الشيء صحيح؟ صحيح هو سيد زهراء كل اللي ذكرتهن آني يعني النوم في غير موعدة عدم ممارسة الرياضة الأكل بطريقة يأثر على الجهاز طبعا المناعي طبعا يأثر على الجهاز المناعي وبالتالي هو يولد هاي الأجسام هاي الأجسام تهاجم أنزيم اسمه بيروكسيديز البيروكسيديز يتحد ويا البيروكسيد الهيدروجين حتى يسوي لنا هرمون الغده الدرقيه فهاي الخلايا تجي تفلشل هذا بعد ما ينتج هذا الهرمون اللي هو ينطينا الحيويه والطاقه هو ايش قد ممكن يكون تاثيره سلبي دكتور يعني هل اذا انصابنا باحد امراض اللي تصيب الغده الدرقيه هل ممكن نقول الموضوع خطير جدا يعني انا راح اذكر لك اعراضها وانت قل لي هو الاعراض تعتبر خطيره او لا, خطيرة أو لا. مثلا الاكتئاب الكسل الشديد الامساك المزمن نتيجة كسل الأمعاء آلام المفاصل ضعف الشعر وتساقط الشعر زيادة الوزن وعدم القدرة على السيطرة عليه فقدان التركيز تورم أسفل مفصل الركبة عند الناس اللي يصير عندهم يعني اضطراب في دقات القلب تقل دقات القلب بالضمور ايضا ياثر على الكلى يعني هذه الاعراض مثلا هي تاثر على حياه الانسان احنا في ظل كورونا اكثر من مره اني حكيت صح انت حتى تكون او اني حتى اكون انسان فعال اب لعائله او انسان ناجح في حياتي يجب ان امتلك الصحه الجيده في وجود هاي الاعراض ما اعتقد راح يكون اكو صحه بالموضوع يعني حسب ما قاعد تقول لنا دكتور انه هاي الاعراض شويه خطره لازم الإنسان صدق ينتبه لصحته نعم وإذا حس إنه هاي الأعراض عليه موجودة لازم يروح للدكتور يراجع ويسوي تحاليل نعم. زين دكتور قل لنا يعني هسه أكو هواي أشخاص ممكن يقول إنه أنا مثلا مفاصل أو واحدة من الشغلات اللي ذكرتهم شلون ممكن يعرف إنه هاي غدة
شو ممكن هو اللي يراجع الطبيب او لازم يتبع هاي؟ طبعا هو المريض يكون ضمن عائلة، فاذا العائلة عندهم امراض بالغدة الدرقية فمن من الموجبات انه هو يراجع طبيب جراح اختصاص. الجراح راح يسوي له فحص سريري ويسوي له فحص لوظيفة الغدة، تحليل بالدم T3 T4 TSH، وايضا يسوي له سونار شيك الغدة كحجم وتحتوي على عقد او لا. من خلال هذا راح يقيم وظيفة الغدة وممكن انه يستثنيها في اغلب الحالات، وممكن ان يكتشف فعلا انه هي عليلة. وطبعا هذا اكتشافها هو حل لازمته كلها، لانه الإنسان بوجود هذه الأعراض وهاي الحالة المرضية أعتقد هو إنسان يعني ما راح يكون إنسان منتج، يعني يؤذي نفسه يعني. طبعاً زين، سؤال مهم دكتور، هل تحتاج في بعض الأحيان إلى عملية؟ يعني هل توصل مرحلة الغدة أنه هي تصير كلش خطرة فتحتاج أنه إحنا نسوي لها عملية؟ الـ طبعاً أكو خطوات يلا نوصل، مرات الجراحة تكون هي الخيار الأول ومرات إحنا نخليها بالأخير، تعتمد على يعني الأعراض وتعتمد على الحالة المرضية للشخص. بس من دواعي الجراحة اللي هي ما تقبل اللبس يعني هو عدم الاستجابة للعلاجات. يعني إجاني مريض يعاني من ضمور غدة أو فرط إفراز الغدة في الحالتين، منطيته علاج وما استجاب إلى هذا العلاج، فطبعا أنا خو ما أخلي طول عمره مثلا يأخذ علاج وما يستفاد منه، هاي واحد. ثانيا الغدة مرات يرافقها زيادة بالحجم، ممكن أن تسبب ضغط على الرقبة فتصير عسر بالبلع، او المريض يجي يقول لك انا هاي الغده شكلها ما حلو، اكو ناس نانا عندهم هاي تظهر يعني تظهر من الناحيه الجماليه، طبعا يكون حجمها كبير تتضاعف اكثر من مره، فتكون تسبب ضغط للداخل على القصبه الهوائيه وعلى المريء بالبلع، وتسبب للخارج منظر ما حلو، فطبعا هذه داعي من دواعي الجراحه. دكتور طبعا قبل فتره صار اكو موقف يعني احدى المذيعات الاخباريه بقناه معينه طلعت حلقة عادية، دكتور شافها، دكتور كان يتابع التلفزيون شاف أكو تضخم غير طبيعي لهاي المنطقة، فتواصل وياها وطلع أنه هي كان عندها كانسر بهاي المنطقة بهاي الغدة. فيعني شوف هي ما حاسب هذا الموضوع، دكتور يمكن شافها من خلال التلفزيون قدر أنه يشخصها. هل ممكن إحنا نوصل إلى هاي المرحلة مرات يصير أكو تضخم أو شيء بس إحنا ما نحس به؟ ممكن إذا تكون وظيفة طبيعية والزيادة في الحجم فقط. يعني هذا الشيء خطير، لازم احنا يعني الانسان يجب ان يراقب جسمه كله ويراقب اي تغيرات عنده. ما معقول يوصل الى مرحلة انه الغدة انا اشوفها وانت ما تشوفها، يعني هو ما معقول ما يوقف قدام المراية ويضاوع نفسه. هو هذا الوعي اللي نحن نحكي عليه استاذ زين، احنا شو نقول؟ نقول لن نوصل للحالة المرضية، يعني تتشخص الحالة نعم مبكر جدا. نعم انت عندك حسيت بتغير هنا، فد مره مرتين صار عندك عسر بالبلع لا سامح الله، تجي تشيك تقول يابا شيكوني اني كذا. وبعدين اذا اكو تاريخ مرضي بالعائله هو التشيك لازم يصير روتيني، يعني كل سنه مره مثلا انت تشيك فيما يخص الغده الدرقيه، فيما يخص امراض الثدي، فيما يخص امراض الجهاز الهضمي كلها. صح يعني. دكتور يعني احنا دكتور محتاجين هذا الوعي بصراحه، واحنا دائما بالبرنامج نحب نستضيفكم يعني حتى يصير الوعي عند المشاهد انه انت اي شيء بسيط لا تستهان به، يعني روح للدكتور ما راح تخسر شيء. فاريد اسمع من عندك اليوم نصيحه لنا وللمشاهدين حتى يعني نعرف شلون احنا ممكن نوعي نفسنا بهذا الموضوع. والله الزهراء انا انتهز كل فرصه تصير لقاء ويا اثنين او في برنامج او في محاضره احكي هذا الحكي، لانه احنا يجب ان نراقب نفسنا صحيا ونحن في كامل صحتنا. صح. ما نحتاج نوصل الى المرض نفسه، هاي رقم واحد. رقم اثنين في حاله ظهور اعراض احنا نعتبرها بسيطه، ممكن ان يكون خلفها حاله صحيه جديه تحتاج علاج، احنا ما نقول خطيرة ومميتة بس حالة جدية فعلا تحتاج علاج، راح يكون اكتشافها المبكر هو جزء من النجاح في علاجه. لأنه كل شيء يتأخر، كل شيء يأخذ مدى وتصير مضاعفاته، يعني بعدين علاجه يكون أصعب. يعني إحنا ننتظر المضاعفات تصير حتى نأخذ أكشن أو نأخذ يعني، وهذا الموضوع يعني إحنا متعودين دائما الناس إيه طبعا الوضع اختلف يعني. يعني ثقافة محتاجين إحنا دكتور اليوم شوية نطلع من هذا، هاي الشغلات اللي احنا متعودين عليها، ما نروح يوم الطبيب الا اذا احنا وقعنا فد مصيبة او فد نوصل الى هاي المرحلة انه لازم اروح، يعني حالة طارئة جدا. او مثلا شفنا شيء قلنا لا خلينا ننتظر هسه يمكن بالضبط خطأ. ايه هو خلينا ننتظر شوي لحد ما يتفاقم. واحنا طبعا بعيدا عن الموضوع المهم كنا نحكي فيه، حابين نسالك دكتور اليوم سؤالنا تفاعلي للحلقة، هل برايك، خلينا نسالك اياها بطريقة مختلفة، هل برايك انه من الصحيح لشخص يختار شريك حياته بنفسه لو ممكن عن طريق الاهل والاصدقاء؟ طبعا
الطريقة الأنسب دكتور يعني تشوف؟ والله أنا أعتقد أنه اختيار الشريك يجب أن يسويه بنفسه هو. يجب أن يختاره هو بنفسه لأن دليل على قوة شخصيته، وبعدين هو يختار الشيء اللي هو يعتقده مناسب له. نعم هذا واحد. طبعا يرتقي أكثر هذا الاختيار إذا هو رجع إلى أهله واستفاد من خبرتهم أكيد. واستعان بيهم مثلا في الخبرة يعني مالتهم، لأن سنوات طويلة تنطي خبرة للشخص أنه هذا صح هذا خطأ أو هذا الاختيار مو صحيح. بس عموما هو الاختيار يجب أن يكون شخصي لأن هو شريك حياته هو، تبقى عاد يعني إذا استفاد من أهله وأهله يقدرون يساعدوه. مرات الصدفة، وطبعا هذا كله إحنا نحكيه في سياقنا إحنا برأينا الشخصي، بس هو بالحقيقة هو يعني هو ربك هو يقدر هذا الموضوع، هو يزرع في طريقك بطريقة أو بأخرى، أنت تختار أهلك يختارون بالأخير هي هذا وخلاص. عشديدك دكتور نشكرك جزيل الشكر على تواجدك ويانا وعلى هاي المعلومات القيمة والمفيدة جدا لنا بالبداية وأكيد المشاهدين اللي شكراً لك دكتور. شكراً لتواجدك ويانا دكتور. مشاهدينا مكملين وياكم بسؤالنا التفاعلي، نرجع نذكركم به موجود على انستغرام الشرقية. هل اخترت شريك حياتك بنفسك وكيف تعرفت عليه؟ ننتظر إجاباتكم، لنقرأ تعليقاتكم على الانستغرام. طبعا بعض الأشخاص كاتبين من أختار، أقول لكم لأن لحد الآن ما أختار. ده أقول لك السناقة اليوم سوين فتحمنا على التعليقات. زينب همي تقول نحن لا نختار الشريك الحقيقي، الأقدار تحضره لنا. مرات همي نحن تعرفون يكون صدفة، يعني همين كاتبين هواية أنه هذا الموضوع هو محض صدفة، أنه إحنا نكون بفرح، نكون بحفلة، نكون بمكان تلتقي بشخص تشوفه أنه من نظرة الأولى يعني تحزبي، يصير هذا الكيمستري، هذا هاي الكيمياء يقولوها. أحس هيك أحلى زين، يعني أنه بالصدفة. أي بالصدفة يعني هو الالتقاء يكون بالصدفة. أي بحيث الأشخاص من يسألوك على القصة يتحمسون من تقوله بالصدفة، إيه شو صارت الصدفة أحكي لنا. بس ممكن عن طريق التقليدي مثلاً قعدنا جمعة أو غداء أو الأهل جمعونا وهيك التقينا وصارت القسوة. بس عجبني موضوع الدكتور قال يعني هو حلو أنت تختاره، حلو أنت يكون لك دور باختيار شريك حياتك لأنه أنت تعرف شنو الأنسب لك. وبس ثاني شيء همنا حلو أنه الأهل همنا يكونون سعيدين وراضين على هذا الاختيار، لأنه همنا عندهم خبرة بهذا الموضوع وهم من يحبون مصلحة الأولاد. بالضبط. طبعا احنا موضوعنا كلش حلو اليوم وراح نكمله وياكم، بس قبلها نريد نروح دبي ويا رولا، راح ناخذكم بجولة في عالم إكسبو وتحديدا في قسم التنقل، وراح نتنقل بين الماضي والحاضر والمستقبل ونشوف تطور التكنولوجيا والأفكار الإبداعية. فخليكم ويانا خلينا نشوف تقرير نرجع وياكم. صباحكم واهلا بكم في جوله جديده في عالم اكسبو. طبعا اليوم جولتنا جدا مميزه لان راح نكون بقسم التنقل اللي راح ينقلنا للمستقبل ويرجعنا للماضي ويعيشنا الحاضر بنفس الوقت. خليكم متابعين. اول ما دخلنا جناح الف أخذنا بجولة إلى الماضي، ومن أهم الشخصيات تحديداً في القرن التاسع كانت مشهورة هي الكندي. طبعاً الكندي كان من الشخصيات المؤثرة في ذاك الوقت، وهو أول شخص عرف العالم العربي على الأرقام أو علم الأرقام وعلم الرياضيات، إضافة إلى أنه اتخذ بغداد ومكتبة بيت الحكمة مركزاً إلى ومركز لكثير من العلماء. ولهالسبب لقينا احنا تمثاله باكسبو بدقه جدا عاليه، اضافه الى لقطات من بغداد القديمه في القرن التاسع. We'll be right back.
بالماضي وصلنا بالمستقبل، مثل ما تشوفون ورايا الكرة الأرضية وتوضيح رسمي أيضاً وتقني يبين أنه كيف الإنترنت والعالم الرقمي يقدر يكون متوحد ويا العالم الواقعي. تشوفون ورايا هيك راح يكون شكل المدن بعد 71 سنة من الآن. طبعا قرارات هاي المدن راح تكون بيد شبابنا، شلون يقدرون يختارون المدينة الصحيحة بالمباني اللي تخدم الطبيعة، إضافة إلى انه سكان المكان وسكان المستقبل راح يكونون عايشين في مباني، إضافة إلى الأماكن الزراعية اللي تكون متواجدة هناك. بعد ما خلصنا جناح ألف جينا للجناح الياباني. أول شيء من دخلنا انطونا هذه الفونات، أول شيء ترجم لنا كل شيء اللي يصير حوالينا، إضافة إلى أول ما دخلنا إحنا دخلنا إلى غرفة استعراض استعرض كل الأمور اللي تخص اليابان، ولكن أكو حاليا استعراض ثاني بالغرفة الثانية. تعالوا نشوفها سوية. بعد ما خلصنا هذا الاستعراض انطونا شيء مثل الورود، كل ما تتمشون داخل الجناح الياباني حتجمعون شغلات تقدرون تحصلون عليها بنهاية الرحلة مالتكم. فخلونا نكمل رحلتنا بالجناح الياباني ونشوف شنو حنحصل. وصلنا إلى هاي الغرفة. هاي الغرفة تعتبر غرفة الإبداعات أو الاختراعات، اللي من الممكن أنه يستخدمون أي شيء موجود بحياتنا ويخترعون به شغلة جديدة، ويمكن فكرة جديدة تخدم البيئة والمجتمع. جولتنا في عالم اليابان أو الجناح الياباني، من الممكن أنه نشوف الرسم التوضيحي أو الخطط التوضيحي لأكسبو 2025 اللي راح يقام في اليابان، وأيضاً نقدر إحنا نطرح أفكارنا وآرائنا بالكيو آر كود اللي حاطينه، نقدر أنه نشوف اختراعاتنا في أكسبو 2025. وصلنا لنهاية جولتنا لليوم، يا رب إن شاء الله تكون نالت إعجابكم، وانتظروني في فقرات جديدة وتقارير منوعة من عالم إكسبو. مع السلامة.
وياكم مشاهدنا بعد ما شفنا هاي الجوله الحلوه مع رولا. رولا طبعا تعودت كل مره تودينا الى جناح خاص باكسبو دبي والاجنحه اللي نشوفها الابداع والابتكار وايضا الشغلات اللي بيعرضوها شغلات كلش حلوه. عجبني التقرير كلش خاصه كلش حلو. شفنا الغرفه هاي اللي حاطين بيها تماثيل وشغلات يعني فتشي روعة. كل واحد يكون عنده مجال يزور هذا المكان طبعا تحفة فنية كلش حلو. يعني مجمعين العالم والحضارات والإبداعات كلها ببقعة محددة في دبي. بالضبط. مشاهدينا طبعا احنا نحب دائما نخليكم ويانا بأجواء صباحية مميزة وحلوة وتستمتعون بحلقتنا. فلهذا اليوم راح يكون ضيفنا الثاني هو عازف الأورك عمار إدوار واللي راح نحكي وياه عن موهبته وأيضا نسمع منه كم مقطوعة. صباح الخير عليك. صباح نور. صباح الخير عليك. صباح نور. نورتنا. أنت نور. بالبداية حابين تعرفنا قبل لنعزف أي شيء عرفنا عن نفسك. أنا عمار إدوار عازف أورك وموظف بدارة فنون موسيقية خريج معهد دراسات موسيقية عضو في نقابة الفنانين العراقيين. حلو. عضو في اتحاد الموسيقيين العراقيين. ما شاء الله. واشتغلت هواية مهرجانات مع عدة مطربين عربيين عراقيين وألحان ملحنين شعراء وبالاستوديو هواية أعمال اشتغلنا الحمد لله والشكر. صار عدة سنين يعني الحمد لله والشكر. زين شلون بلشت؟ شلون اجتك الفكرة؟ من شجعك أو عندك أحد بالعائلة مثلا يحب العزف؟ الوالدي الله يرحمه هو كان يشجعني. هو كان يحب فريد الأطرش. مو لعبي بفريد الأطرش فاشتروا لي أورج صغير في وقتها. حلو. وبلشت انه اريد اعزف الا لازم اصعد فوق غرفتي واعزف اسمع فد اغنيه فريد ايام الكاسيتات قديم. اسمع اغنيه فريد فد مقطع صغير وانزل على ابوي اقول له بابا تعال اسمع سويت هاي الاغنيه مال فريد الأطرش اسمع هاي الاغنيه الثانيه. فالأورج صغير بعد ما اقدر اعزف به فكبرنا المشروع صار أورج اكبر وصار أورج اكبر لحد ما قمت اعزف الاغاني مال عبد الحليم أم كلثوم فريد الأطرش كل الأغاني المطربين العراقيين كذا الأغاني العراقية ياس خضر كل الأغاني الحمد لله والشكر تغنيتهم كلهم ما شاء كامل الله. الحمد لله. أنت يعني مختار هذا اللون القديم أو هذا النوع من الموسيقى؟ لا حتى الحديث بس إحنا نحكي على بداياتنا. أي شيء بداية يعني طبعا إحنا على أساتذتنا إحنا تكبرنا وتعلمنا زين. شنو أكثر نوع يعجبك؟ شنو أنت من تعزف يعني خلينا نقول تستمتع بالمعزوفة نفسها و يكون مثل مديتيشن لك؟ الاغاني الطربيه الحلوه اللي هي بها احساس بها كل المشاعر حلوه. يعني نقول ياس خضر حلو هيثم يوسف حلو باسم العلي انا صديقي طبعا باسم العلي كلش انا صديقي جدا واشتغلنا قبل يومين كان حفله مال عيد الحب اي انا باربيه واشتغلت بمهرجانات بابل طبعا ايام ال2000 سنه ال2000 99 مهرجان بابل كان عندنا ايام جميله جدا حلوه بها ذكريات كلش حلوه الله. طبعا كلش حلو الانسان يطور من موهبته يعني يشارك باكثر من شيء يظهر هاي الموهبه ويطلع كل شيء حلو من جوا. وانا عندي استوديو كان ببغداد فكنت اسجل المطربين واني من خلال الوزاره وزاره الثقافه ودائره الفنون الموسيقيه انا مخرج وموزع موسيقي بنفس الدائره فكل اعمال الدائره وكل اعمال الوزاره انا كنت اشتغلها. يعني سوينا مهرجان بغداد عاصمه الثقافه قبل كم سنه يعني كل المؤشحات والاغاني والكل التفاصيل انا كل اشتغلت على ايدي. زين قل لي يعني اكيد اي شخص يبلش الموهبه يراد له يعني مثل ما نقول ستيب باي ستيب يلا يوصل. طبعا ايش قد اخذ وياك الموضوع حتى تعلمت واخذت ايدك انه تتعلم على العزف؟ انا صار لي تقريبا 30 سنه بهذا المشروع. ما شاء الله. كبدايه احكي لنا يعني بدايتي هي هذا الاورج الصغير تعلمت من خلال المدرسه همين بالايام المتوسطه فرفعت العلم والمناسبات اللي تصير بالمدرسه كان مناسبات الوطنيه فرأسا يصحون عمار ادوار تعال سوي لنا حفله فاسوي رفعت العلم وكذا واسوي فد كمرنيه بالحفله فالاصدقاء كلهم يعرفوني من خلال انه انا موجود بالحفله انا ما اعرفه هسه هواي اصدقائي يسالون ها عمار ادوار شلونك؟ قال لهم هلا بيك ما اعرف منه لان عده طلاب هوايه موجودين فاني ما اعرف هذا من هذا منه بس لان شكلي مالوف كلهم يعرفوني ايام الطفوله كانت ايام جميله حلوه.
حلو جدا. طبعا احنا مكملين وياك، احنا راح نحكي بموضوعنا وسؤالنا التفاعلي لحلقة اليوم، حتى بعدين نرجع لعمار ونسمع معزوفات وموسيقى حلوة بحلقتنا لهذا الصباح. راح نشارككم بعض الكومنتات اللي دا تحكي وانتوا دا تعلقون على سؤالنا التفاعلي لحلقة هذا اليوم. زهراء شنو عندك كومنتات؟ طبعا هنا زين هم زين معلق يعني أنا معلق له، أكو غير زين معلق غير زين يقول العاقل بهذا الوقت هو اللي اختار لي نفسه، لأنه الأهل بالأخير ما راح يعيشون يا شريك حياتك، أنت راح تعيش وياه، بس بالنهاية الاستشارة هم حلوة. كلش عجبني الكومنت مالته، مثل ما قلنا أكيد كل واحد يعرف شنو يريد، هو راح يختار شريك حياته يكون أفضل. أي نعم بنفسي وكامل قواي العقلية. أكو يمكن يخافون يعلقون همينة، لأنه مرات مثل ما نعرف خاصة الجيل القديم، جيل قبلنا، أغلب الزيجات اللي كانت تصير ما كان الشخص هو يختار شريك حياته، كانت كلها تعتمد. يعني أنا أسمع قصص، يعني جدي الله يرحمه ببيتي همينة كانوا يحكوا لنا، يقولون أنه إحنا كنا قاعدين وعلى الغفلة نشوف أنه جابوا لنا عريسة وعروسة. فأغلب الزيجات اللي كانت تصير قبل كانت مو باختيار الشخص نفسه، وإنما باختيار وقرار الأهل. فما أعرف هو شقد إلى أي مدى أو إلى أي حدود هذا الشيء كان صح، بس كان واقع حال. واليوم هذا الواقع ده يتغير شوي شوي، يصير أنه إحنا والشباب هم يختارون الشخص اللي هم يريدون. بالضبط، احنا بعدنا اذا نقرا كومنتاتكم، لا احنا نختار شريك حياتنا. انا ما لقيتها لحد هسه، هواي اشخاص ما مأيدين اليوم، ما عجبهم الموضوع، ما اعرف اختار، فاختار عن طريق اهلي. هواي اشخاص مثلا مثل ما قلنا تعتمد على الثقه، اكو مثلا بنات يحبون الام تختار لهم لانه يثقون بها، يحبون اختيارها، يشوفون انه افكارهم متشابهه ممكن، فممكن الاهل بهاي الحاله انه هم يختارون. بس دائما اعتقد انه بالنهايه مثل ما قال هذا الكومنت كلش عجبني، انه انت راح تعيش في هذا الشخص صح. فانت لازم تعرف اطباعه، تعرف انه انتم متفاهمين لو لا، بالنهايه الاهل ما راح يكونون عايشين وياكم، ما راح يعرفون الحياه اللي بيناتكم، فانه انت تختار هذا الشيء يكون كلش اصح. طبعا احنا راح نسال عمار ويانا اليوم همين، شو رايك يا عمار، تحب انه الاهل يختاروا لك لو انت تختار شريك حياتك؟ لا طبعا انا اختار. انت مختار شريك حياتك؟ انا مختاري طبعا. حلو طبعاً. حلو، وكان اكيد بمباركه الاهل طبعا، هي اكيد الوالده والوالد طبعا وجودهم، وده تشوف انه الحياه تكون احلى من انت طبعا، تكون اكيد اكيد تكون اطباع. اذا يكون واحد يعني مجبور على زواج فما راح يكون ناجح، ابد ما يكون ناجح صح. وهي مؤسسه يعني تفاهم، واحد تكمل تفاهم طبعا، واحد يكمل الثاني صح. فاذا ما كان اكو تفاهم او طبعاً. انت ما يكون الشخص اللي راح يشاركك الحياه طبعاً. انت مختاره، ممكن راح تكون صح. مليئه بالعقبات صح، ما تنجح ما تنجح ما تنجح. زين همنا نقرا لكم فد كومنت ثاني، ما اختارت بعد وما عندي فضول اعرفه حاليا. هذا غير السناقل اللي حاليا قاعدين يعلقون ويانا. لا الماما اختارت لي، مثل ما قلنا اكو همين اشخاص من قبل اهلهم مختاري لهم، بعدني ما جايتني فما اختارت لا من اهلي ولا من نفسي. انت ما تشوفين زهراء يكون اكو تفاهم اذا يعني خاصه اذا الشاب والشابه اتفقوا ويا الاهل، يعني نعم. يكون الخيار اتفاق بين الشخص اللي دا يختار شريك حياته وهمين عائلته اللي لازم او مفروض تتفهم ليش هو دا يختار هذا، مع نصيحه من عندهم وتفاهم. تفاهم بالضبط، ممكن الاثنين الاهل والشخص هم يعني سوى يفكرون او يتبادلون الاراء حول الشخص حتى يكون الشخص مناسب من كل النواحي، هم انه يكون من خلينا نقول عائله مرتبه، نفس الوقت هم انه يكون عنده الصفات اللي يعجبها الشخص الثاني. بس زين احنا نقول يعني الشخص هسه لازم يختار هو شريك حياته، لانه هو مو فقط شريك حياته، لازم يشاركه كل شيء، الفرح والحزن سوا، في السراء والضراء بالضبط. وبنفس الوقت يعني هم لازم انت هو يتفهم شنو تحب، شنو شغلك، كل هاي الامور كلش مهمه. طبعا احنا مستمرين حتى نسمع اليوم معزوفات كلش حلوه من عمار، فسمعنا اول شنو شيء. شنو شنو مختار انت جاهز عمار؟ بعد قد صوت اوكي احنا جاهزين، ممكن نبدي صوت ماكو، يلا ما اسمع اكو صوت، احنا جاهزين صوت ماكو ما اسمع اوكي صوت يبنا ماكو.
رح نحاول بس حتى نضبط الامور تقنية. حلو اوكي. شنو هالانغام وهالموسيقى الحلوه. شكرا. الصباحيه. ما اعرف زهرة انت شنو عندك يعني احنا من يعني حتى واحنا جايين على الشغل دائما نحب نسمع الصبح اغاني هيك من فيروز. شنو انت الاغاني اللي تذكرك الصبح او انت تحب تشغلها الصبح وتحب تعزف؟ اكو احلى من فيروز الصبح؟ اكيد لا. اكيد لا. ما تقبل غلط. شنو اكثر شيء يعجبك انت يعني تسمع لفيروز؟ كل اغاني فيروز حلوه صباحيه كلها. زين انزف لنا شيء. يعني دائما فيروز انا اسمع كل اغانيها كلها حلوه فيروز. ام كلثوم ما بعد العصر. يعني هواي اكو اغاني. خلينا نسمع شيء لفيروز. يا اغنيه انت المفضله. اي وحده تسمعك قول لي اي وحده تعرف. ما اعرف اني اكو اغنيه شو تغني لنا اياها زين. انت تحب هالفيروز. نسم علينا الهوى. نسم علينا ها. من المخرج ايه بده يوافقني رأي نسم علينا الهوى. فيروز من خلينا نقول الاشخاص اللي واحد خلاص صار روتين
بحياة كل إنسان عربي الصبح من يقعد يسمع لي فيروز حتى لو كانت بس موسيقى فنجان القهوة وفيروز أي بها سر يعني إحنا ما نسمع هالعصر أو بالليل يعني إلا الصبح يعني أي كلام هو اللحن صباحي صباحي شنو أكثر شيء أنت خلينا نقول شنو الموسيقى نوع الموسيقى اللي أنت يعجبك تعزفها دائما هل هي الأغاني الطربية هل هي الأغاني الهادئة شنو أنت يعني خلينا نقول أكثر شيء تبدع به أو تبدع ميولي بي؟ إلى الموسيقى الشرقية الأصيلة العراقية وأسمع تركي طبعا التركي هي تركي تركي حلو زين يعني هل عازف أنت قبل من قبل فتشي تركي نعزف تركي يلا فتشي تركي هم أنا أسمع من الصباحية أنا حازل هاي الأمور عبد الحليم وفيروز زين همنا أوكي إحنا اليوم فقراتنا يعني كانت كلش حلوة لكن الوقت مر بسرعة زهراء فإحنا راح نختم حلقتنا لهذا الصباح بس ختامنا هالمرة راح يكون ويا الأغنية معزوفة من عمار الله يحفظك شكرا